للتسجيل على منحة تشيفنينغ لدراسة الماجستير في بريطانيا، نقوم بالدخول على الموقع الرسمي للمنحة، ومن هذه الصفحة نقوم بالنقر واختيار اليمن من قائمة الدول، ومن هنا يمكننا الاطلاع على أهم شروط المنحة، ومن أسفل الصفحة نقوم بالنقر على Apply Today، ومن هذه الصفحة نقوم بالنقر على زر تسجيل حساب جديد، ومن ثم نقوم بتعبئة البيانات المطلوبة من أجل إنشاء الحساب الخاص بنا والتأكيد التسجيل عبر الإيميل، وبعدها نعود إلى الصفحة الأولى ونقوم بعملية الدخول ببريدنا الإلكتروني، ومن هنا يمكن أن نواصل عملية التقديم بالشكل الموضح في الفيديو. ومن هذه الصفحة نقوم بالإجابة على أسئلة المنحة بشكل دقيق، بعدها نواصل عملية التقديم. سنلاحظ في هذه الصفحة أن عملية التقديم على المنحة تمر بخمس خطوات. في الخطوة الأولى نقوم بالتأكد من معلوماتنا الشخصية، ومن ثم نختار مكان المقابلة، ومن هنا نقوم بتعبئة البيانات الخاصة بآخر مؤهل دراسي بهذه الطريقة. ومن أسفل هذه الصفحة نلاحظ أن المنحة تشترط خبرة لمدة عامين في المجال المراد التقديم له، ومن هنا يمكن إضافة المعلومات الخاصة بذلك. وبعد إكمال المعلومات بشكل صحيح وحفظها بهذه الصفحة ننتقل إلى الخطوة الثانية، وفي الخطوة الثانية نقوم بالإجابة على هذه الأسئلة: الأول متعلق بالقيادة والتأثير الإيجابي، والثاني مهتم ببناء العلاقات، أما الثالث يسأل عن السبب الذي دفعك لاختيار الدراسة في بريطانيا، والسؤال الأخير متعلق بالأهداف المستقبلية. وتعد هذه الخطوة من أهم الخطوات لقبول الطلاب. في الخطوة الثالثة نقوم باختيار ثلاثة برامج دراسية، إما أن تكون ثلاثة برامج في تخصص واحد أو ثلاثة برامج في تخصصات مختلفة في جامعات منوعة. ومن أسفل هذه الصفحة نقوم بالإجابة على أسئلة المنحة. في الخطوة الرابعة نقوم بالموافقة على جميع شروط وأحكام المنحة. أما في المرحلة الخامسة والأخيرة نقوم بتحميل جميع المستندات المطلوبة والإجابة على الأسئلة في هذه الصفحة. وبعد التأكد من تحميل جميع الوثائق المطلوبة يمكنكم إنهاء عملية التقديم بالنقر من هنا. نتمنى التوفيق لجميع المتقدمين.